تهضري معاه. اه علاش ما باغاش تهضري؟ علاش قلق؟ انا بغيت شي حاجه غير كتقلك. لا دابا انت بغيتي شي حاجه انا كنقول لا. اه انا هامله يعني شو ما دابا شنو غادي خوش خوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. سلام. اليوم ان شاء الله الاصدقاء راه غادي مسافرين. كنا قسمنا الطريق جينا لهاد البلاصه هذه ما صورتش لكم بزاف صورتها واحد اللقطات بزاف. There was people blocking the bridge because they want to ما كان دايرين واحد الاضراب خوش في واحد البلاصه اللي غادي نقطعوا منها واحد الجسر نقطعوا منه باش ندخلوا لانجلاند الاصدقاء. دايرين الناس اضراب على قبل البترول خوش ليسانس المهم ليسانس مازون علاش حيت غالي بغاو ينقصوا حابسين داك الجسر ما غادي يخليو حتى شي حد يدوز. لهذا جينا بكري جينا البارح قطعنا داك الجسر وجلسنا في واحد الوطيل عاده. دابا يلا غادي ان شاء الله للبلاصه اللي باغي نمشيو ليها غادي نجلسوا فيها ان شاء الله سيمانه الى الله. المهم يلا دابا غادي نمشيو الفطور بعد هو الاول عاد غادي نمشيو غادي معنا بطبيعه الحال والدي لويس غادي انا ولويس واميره ووالديها. ومن المفروض هاد الفاكونس اللي باغي نمشيو ندوزو كنا باغي نمشيو ندوزو في اسبانيا الاصدقاء ولكن اللي كان طرا لي المشكل لحقاش كنجدد في الوراق وما عندي ما عندناش كي غادي نمشيو لحقاش انا الوراق دابا كنجدد فيها مساكن بغاو يمشيو معنا دابا لهاد الرحله هادي غادي نمشيو غير هنايا في اليوكي هنا في بريطانيا ولكن واحد البلاصه اللي بعيده بزاف لهذا غادي نجلسوا فيها دابا ان شاء الله ولكن ما غاديش نقول لكم فين حتى غادي نشوفوها تما كامله. اصدقاء وصلنا بخير على خير بعد سوايع على الطريق اخيرا وصلنا. كاينين هنا كرافانات بزاف ولكن حنا ما خديناش كرافان خدينا شاليه الاصدقاء. شاليه كيكون تقريبا بحال بحال كرافان غير هو كيكون كبير عليه شويه. غادي نوريكم دابا فين جينا واحد المنظر عشي يا سلام الله العظيم. المهم خليكم معنا. هادو هما الكرافانات الاصدقاء اللي كاينين هادو كرافانات ولكن حنا خدينا هذا شاليه الاصدقاء كيكون بحال هكا. المهم ندخلوا لي لداخل ونشوفوا ان شاء الله. المهم الاصدقاء غادي نوريكم هذا الفيو اللي كيبان له هنايا قلب الكاميرا دابا ونشوفوا كي كيبان. سوف اظل تائها انأى شيئا فشيئا عن حلمي لا لن ابقى هكذا مكبلا اليدين. هذو الاصدقاء اللي زاكتيفيتي اللي كاينين فابور هذو يا هذيك الكوره عرفتي كيدخلوا وسطها كاين هذه كاين هذه هادو فابور لي زاكتيفيتي ولكن هادو بالفلوس اصدقاء راه داير الاثمنه ديالهم. كيف شفتوا هنايا الاصدقاء كاين البحر
اكيد كاين البحر الشوه، زائد كاين حتى البيسين هنايا، عندهم جوج ديال لي بيسين هنايا اللي كاينين، وفيهم المسخون. المسخون الحراره ديالهم 28 درجه ديال الحراره اللي فيهم، يعني الحمد لله. بعدا راكم عارفين هنا كاين البرد بزاف واخا الصيف، ولكن راه البيسين سخون. اخيرا جات الشمس الاصدقاء، تخرج من النار بواحد الدوره وجات سميتها دابا داك الشاب مقلوب ياك لويس. لويس راه عياش الاصدقاء، راكم عارفين مع الحمل طلعنا واحد العقبه عياش. اشنو قريتي؟ شهاده. اش درتي؟ كادو شريتيهم؟ قلت لي قال شريت شريت هادو اللي عندها شداها. دي هاند ميد سوب لان ذي سكس فور 3 باوند. واحد الصابون قالت لك راه صنعوا بليد صايبينه هاند ميد الاصدقاء. فرحانه دابا جيتي للهوليداي؟ يا وي نيد ات دونت. يلا غني غني شي اغنيه. لا ما عرفتش. لا علاش عيسي؟ لا هو يسرع ياسر الاصدقاء عيسي. اه علاش؟ انا حامله. انت حامله؟ اه فقدت. لا لا ما نسيتش. ساليتي؟ ها؟ ساليتي. ساليتي؟ فقط. لا ساليتي ايضا؟ اه ساليتي؟ ساليتي. قلت لي ساليتي. شو مزيان؟ لاباس عليك؟ اصدقاء لويس راه مقلقه مني. قبيله وهي كتقول لي ما نهضرش معاك ما نهضرش معاك. دابا علاش ما باغيش تهضري معاك؟ اه علاش ما باغيش تهضري؟ علاش مقلق؟ انا بغيت شي حاجه وانت كتقول لا. دابا انت بغيتي شي حاجه انا كنقول لا. اه انا هامله يعني شوما. دابا شنو هو غادي تقول لي هاد الهضره هادي زعما باش انا ندير لك القضيه ديال الحشومه مسكينه؟ لا وانا تسيزين ياك. اه انا هو البنك. حشومه انت؟ حشومه عليا انا؟ اه علاش حشومه؟ اشنو درت؟ انا بغيت شي حاجه انت كتقول لي. ها هي بغات شي حاجه وانا كنقول لها لا. اه ودابا انا بنك انا؟ اه علاش؟ راجلي. صافي حقا مزوج بك خاصني نبدا نصرف بحال هكا في خوال خاوي. لا عندكم الاصدقاء والله العظيم بعض المرات كتبغى شي حاجه ديال خوال خاوي الاصدقاء، ماشي شي حاجه اللي مهمه. باغا هذه باغا هذه باغا هذه. اي دونت وان لود دوي. يلاه. ولكن الصراحه بعض المرات كتكون هي اللي كتقول لي لا تكايس، لا ما تخصش هذه، لا ما تخصش هذه، خلي تكايس خاصنا نجمعوا خاصنا نديروا هذه. تيل ام اي ديدنت شوك ان ذا كارفان بارك. اه كتقلب على ذوك الحوايج اللي فيهم الهارف برايس الاصدقاء اللي فيهم نص الثمن. فالكرافان حنا اللي كاين فيه تما واحد الشوب كاين تما قلت لا خذ داك اللي فيه نص الثمن. ولكن الاصدقاء دابا كتبغي شي حوايج بزاف، بحال مثلا نعطيكم مثال، اميره عندها بزاف الحوايج تبارك الله بزاف، يعني ما خاصهاش بعد مرات الحوايج اقسم بالله العظيم ما كتلبسهمش، سبرديلات صبابط حوايج باقيين بالتيكيت. علاش؟ عمرها ما لبستهم حيت كتلبس واحد اخرين يعني ضايع. ماشي انا. شكون؟ اسمي يو بايزا ماي مام. اسميتها بالعربية؟ تينا. لا بالعربية ماما. شنو امك؟ ماما ماما ديالي. مي مي. لا ماشي مي شي ستاليان. قالت لك لا قالت لك راه صغيرة ما تعيطش لها مي. علاش؟ مالي شوف انا الشابعان على الاصدقاء لا يمها فين كاينه الشا؟ تبعنا واحد طوال دابا غنطلعوا هذا ما ان شاء الله.